السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في خياطة وتدبير وإعادة تدوير. والحبة السحرية اللي كل الناس اتكلمت عليها، الحبة اللي بتخسس 10 كيلو جرامات و20 كيلو و30 كيلو في الأسبوع، وكل الكلام اللي انتوا بتشوفوه على النت ده، تمام؟ طيب أنا ككل الناس أنا مش تخينة ولا حاجة، لكن حبة برضو زي أي حد وزني ينزل شوية، حبة يكون يعني وزني أكون يعني كويس قوي. فرحت طبعا رحت جايبه الحبه دي زي ما انتم شايفين كده، واعتبرتها الانقاذ، واعتبرت ان انا وقعت على كنز انه هخس عليها، ويا رب مش طالبه كتير. انا طالبه 4-3 كيلو في الاسبوع، مش اكتر من كده، مش عايزه 10 كيلو 20 كيلو واي كلام من اللي انتم بتسمعوه ده. وارتكبت كل الجرائم اللي انتم ممكن تتخيلوها، نقعتها طول الليل وشربتها تاني يوم، لا طحنتها كمان في الخلاط، ورحت بقى مش عايزه اقول لكم على صعوبه وبشاعه طعمها، رهيبه رهيبه، وممكن تسد مناخيرك وبقك وكل حاجه، ما تشميش اي حاجه. وشربتها في سبيل القضيه بتاعتي ان انا اخس. طبعا زي ما انتم شايفين كده هي من العطار وغير مؤذيه، ويا سلام ده طلع لها فوائد عظيمه، فوائد عظيمه. انا مش بشكك في اي فوائد على فكره خالص، لكن اقول لكم في النقطه اللي انا استخدمت عليها الكتان او الخطونه دي او الكتان، في النقطه اللي انا استخدمتها عشان التخسيس، تمام؟ طيب عملت ايه كمان؟ جبت الزبادي ورحت حط عليها، طعمها بالزبادي مقبول مش وحش. استخدمتها 20 يوم مرتين وثلاثه واربعه في اليوم، وعلى قد ما استحمل باخد، ولا فرق على الميزان، لا فرق على الميزان، كل ما اقف على الميزان انا زي ما انا وزياده حبتين. طيب بس انت يا ام عبد الرحمن جايز تكوني غلطتي وجايز تكوني عكيتي في الاكل، ابدا. من ساعه ما قلت يا رجيم، مش رجيم، من ساعه ما قلت يا اصرار يا اراده، انا منعت السكر، مفيش غير فنجان القهوه الصبح، وسكر دايت كمان مش بسكر من اللي هو بيتخن. مكرونه رز قللنا لغايه الربع واقل كمان، العيش استبدلناه، والحمد لله بقينا بنضغط نفسنا شويه عشان خاطر نساعد هذا المنتج الجميل الرائع في ان نوصل لحاجه كده، يعني لا فرق على الميزان. المده اللي انت استخدمتيها قليله 20 يوم، على الاقل اشوف اي فرق، على الاقل اقف على الميزان اشوف كيلو نزل نص كيلو نزل، مفيش اي فرق. طيب ابتديت بقى استخدم حاجات تانية معاه، زبادي بالليمون، ميه دافيه بالليمون، مفيش اي نتيجه خالص. هذا المنتج لا يمثل شيء الا انه طول النهار بيحسسني ببشاعه اللي انا واكلاه وشرباه، يعني بس هو ده اللي كان بيحسسهولي بصراحه. كنت في حاله استياء جامده جدا جدا من هذا المنتج، اللي انا برضو لا اشكك في فوائده الصحيه او في حاجات تانية غير اللي هو انه يخسس او ان هو يبقى ليه علاقه برجيم، لكن انا مشيت ورا عناوين المفرقعه قوي 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 بتاعت 10 كيلو 5 كيلو 6 كيلو، وانا كنت اتمنى ان انا اخس عليه كيلو كل اسبوع، كنت هستمر عليه، تمام؟ كنت محتاجه بس نتيجه بسيطه. المهم ان انا قررت يعني ان شاء الله باذن الله طبعا اتابع مع طبيبه رجيم تغذيه، وادخل البيت من عنوانه، يعني زي ما بيقولوا كده اروح اشوف. انا طبعا ما عنديش مشكله في الغده، عامله تحاليل وكل حاجه، ما عنديش حاجه تمنع الحرق، لكن الحكايه حكايه ان احنا لازم حتى لما نيجي نخس، وده موضوع بسيط، لازم نخس بنظام ولازم نخس بطريقه معينه يفهمها الطبيب، تمام؟ انا ضد الناس اللي ضد الكيتو والرجيم والورقه والقلم والتونه والكلام ده كله، انا ضده تماما، لكن لكل جسم طريقه، لكل جسم طريقه في الحرق وفي الخسسان. انا بمشي كل يوم من نص ساعه لساعه، والله بمشي الحمد لله، يعني كل يوم نص ساعه او ساعه، يعني الحمد لله في نادي جنبي، وكل يوم بمشي مع هذا المشروب وما خسيتش حاجه خالص، تمام؟ اذا في حاجه لازم امشي عليها تكون عارفاها الطبيبه، فانا قلت ان انا اروح للطبيبه احسن، وان شاء الله هوريكم النظام ده اما اروح لها باذن الله، لان انا مرتين احجز والغي بسبب ان انا مش بحب موضوع الدكاتره ولا الالتزام ولا الحاجات دي، لكن انا عندي رغبه ان انا اخس شويه كشيء من تحسين المود شويه، ومفروض برضو الواحد يهتم بنفسه، ما يسيبش نفسه لانه يفضل ياكل ياكل بدون ما يوقف خالص، فلازم الواحد برضو يسيطر كل ما يلاقي وقت يقدر يسيطر فيه. طيب خاصه ان الشتاء بياكل وبتاع المحشي رايح جاي كل شويه، الحمد لله بقدر اسيطر، ما بدخلش المحشي خالص عشان خاطر موضوع ان انا مش عايزه برضو الوزن يتقبل اكتر من كده. طيب ف
فانا بقول مش كل الوصفات نجري وراها، لازم نعرف جسمنا واحتياجاته، لازم نعرف بطريقه امنه نخس عن طريق ناس بتعرف كده. انا هقول لكم على النظام اللي ان شاء الله باذن الله باذن الله يعني همشي عليه، ومش هقول انه مناسب لاي حد، لكن هستفسر من الدكتوره اذا كان النظام ده مناسب ولا لا لاي حد، والاسس اللي ممكن نمشي عليها. شكرا للاطاله، شكرا لنا، كنت معاكم النهارده، بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.